سهلين باخي ابو مصطفى شريف. لا اهلين ولا سهلين ابو النار. غير شو في؟ اسمع يا ابو النار، معك جمعه واحده وبترحل انت وعيلتك من الحاره كلها. غير شو صاير؟ مثل ما سمعت، ولا تخليني اغلط بحقك. ليش انا مش اغلط بحقك؟ هلا غلطت ولا ما غلطت؟ ما عاد في حكي بيناتنا بنوب، ومثل ما قلت لك جمعه واحده وما عاد بدي اشوف وشك بالحاره كلها. لك عم اقول لك شو غلط في حقك؟ بالناس كلمه يا عقيد حارتك. لا بدي ابو النار وعيلته يطلعوا من الحاره يا زعيم. ممكن نعرف ليش؟ ما حدا يسالني بنوب. طيب ما بدنا نعرف شو مساوي ابو النار لحتى عم تحكي هذا الحكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو الصوت ابو مصطفى؟ غريب، لازم نشوف ابو النار لحتى نفهم منه شو صاير بيناتهم. ضروري. لك ما حذر بنوب، بنوب ما حذر، بده يعني يترك الحاره. لك ما فشار. بس انا اللي شفته من حرمته غير هيك يا رجال. شو شفتي من حرمته؟ أهلت وسهلت فيني لو كنت أختها مو هيك. لك وإذا أهلت وسهلت؟ أنت بتعرفين القول والشغل للرجال، ولا عم تغشمي حالك يا وفاء؟ والله ما بعرف شو بدي أحكي. خالتي رجعي روحي لعندها بكره واستفهمي شو القصة، بركي بتقدري تعرفي جوزها شو قايل. شو رأيك روح بكره؟ لا لا تروحي، وأنا بعرف شو اللي صاير. هو اللي سرقني؟ ايه، مشان هيك بدي اياك تروح على الكركون لعل وعسى يطلع هو. بس اوعك يا فتحي، اوعى تقول انه انا يلي قلت لك. اعوذ بالله، ما رح اخبر حدا، بس ان شاء الله يا رب يطلع هو. عم نبهك فتحي انا. والله بلش الفار اللي عم بيعبي، تعري رايح دغري خبر الكركون. قول يا رب. السلام عليكم. اللي صار انه انا ما بدي افضح حالي بين الناس وقول انه كانت عم تحكي معه بالحواري. بس هي ما حكيت معه، صدقني هالشي ما صار بنوب. لا صار، صار، بس انا ما حبيت اعرف منها شنو رح يطلع خلقي عليها واضربها ويمكن تروح بين ايدي اذا اعترفت انه كانت عم تحكي معه. يا رجال ما صار شي من اللي عم تحكيه ابدا. أنا مصدق. شنو بنتك ما حكت لك مو هيك؟ إيه ما حكت شي ولا. لازم أنت تعرفي منها بدون ما تقلك. تعرفي ليش يا ربيعة؟ ليش؟ لأنه أنت أمها وأنا ما فيني أحكي معها بهيك مواضيع. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. لك الله ياخذني مشان أرتاح منك ومن بنتك. بنت الشر عني. شو كنت عم تحكي أنت وبنتك؟ ما حكيت شي. شو كنت عم تحكي معها؟ سألت إذا في شي بينه وبينه ونكرت كل شي قلته عنه. هيك لك يا. إيه لك ربيعة، هذا الشاب أنا شفته واقف قدام باب بيتنا، مشان هيك ما حبيته ولا رح وافق عليه. أنت حر أبو مصطفى، لا تحبه بس هي موافقة. لك شو عم تقولي أنت؟ يعني كرم حبيبته عم بتشوفه؟ المي عم تمشي من تحتي وما أنا عرفان بشي؟ طول بالك يا رجال، القصة مو هيك. استغفر الله العظيم، يعني لسه في كلام تاني ما قلتي لي إياه؟ يا أبو مصطفى، الشاب ما حاكاها لبنتك، شافته وشافها من بعيد وتفاجأت إنه أمه أجيت وطلبت إيدها وفرحت لأنه شافته شاب مهذب وابن عيلة. ابن عيلة قلتي لي. قول ما بدك تعطيها وخلص، بس لا تنسى إنه بنتك صارت فوق 25 سنة واللي قدها اتجوز وصار عنده أولاد. ماشي ماشي. ضب مصرياتك بجيبتك، الحمد لله الله كافيني وماني بيعسي. يستر على عرضك معلم ابو سطيف، لازم رجالك يا هون والا مرتي ادريه والله والله بتعلقني من رجلي. يحرى حريشك يا ابو نحله شو دمك خفيف، بس لهالدرجه بتخاف من مرتك؟ بتخاف من مرتك؟ انت ما بتعرفها الادريه مرتي، ولي ولي اذا ما رجعت لك يا هون شو حيصير؟ مشان ما تصيبك طرطوشه الك كمان، ايدها طرشه ها ما بتفهم. طيب مثل ما بدك، رح اخذهم، بس امانه يا ابو نحله، امتى ما عتزت مصاري تجي لعند اخوك ابو سطيف. اعتذر. لا الله يخلينا هيك معلم ابو سطيف، بس هيك يعني اذا في كاسه شاي هيك مشان طري حلقي. ايه مو تكرم عينك ابو سليم.
اعطينا كاس شاي لابو نحلي. اهلين وسهلين. بيتك يا ست وفاء. يو ولشو هالحكي ست ام مصطفى؟ لانه ما في نصيب. وبقدر بعرف شو السبب؟ السبب انه ابنك قليل تربايه. ابني قليل تربايه؟ انت شو عم تحكي؟ ايه مثل ما سمعتي يا ست وفاء. ويا ريت تقومي تروحي قبل ما يجي جوزي ويشوفك هون وندخل بمشكله مالنا فيها. لا ستي مالي رايحه لاعرف ابني شو سوى وليش انتوا رفضتوا. ابنك عم يلحق بنتي من قرنه لقرنه، وهديك المره جوزي شافه واقف عم يستناها قدام البيت. يو ابني سوى هيك؟ ايه نعم هيك سوى. ويا ريت لبقى تجي لهون لحتى تنحل المشكله بين الرجال. لا حول ولا قوه الا بالله. قومي خالتي قومي، يمكن نحن غلطنا بجيتنا لهون. اي مع السلامة. قبل ما نروح حابة احكي معك كلمتين. نحن فتنا على بيتكم من الباب مو من الشباك، وطالبين بنتكم على سنة الله ورسوله، وبدي اياكي تفهمي جوزك هذا الكلام. يلا خلينا نمشي. أنا بنتك الوحيدة. أنا بنتك اللي بتحبها وبتوثق بأخلاقها. بعدين أنا ما عم علم أجيال بالمدرسة لو مالي قد هاي المسؤولية. يا بي صبية واعية ومثقفة مثلي بحق لها أنه تختار شريك حياتها مين رح يكون. أنا ما عم بطلب منك شيء. بدي بس تقعد مرة واحدة مع يحيى. وساعتها بس فينك تقول انك موافق على هي الجوازه لما لا. كرم انا مالي رضيان على هي الجوازه يا ابي، وكلامي ما بعيده مره تانية. مثل ما بدك يا ابي، بس بدي منك تعرف شغله وحده. انا وهذا الشاب ما في بيننا الا كل خير. الخير ما بيجي من واحد قليل التربايه يا ابي. ابن عمي هي كرم بنتنا الوحيدة اللي مالنا غيرها. قومي من وش ربيعة. أمرك. الله يستر عرضك يا ابن أبي البيك. مشان الله لك كرمال الله هي أختي من لحمي ودمي، لا تحرمني منها. هدي شوي يا محجوب هدي. ما بدي هدي. بمعيتك بدي أختي، لك بدي شوفها بدي رجعها، لا تحرمني منها يا بيك. عمل لك عود. ابو نبيل بيك اختي وينها؟ بدي اروح لعند منها. محجوب اسمع وفهم منيح، رح اخذك لعندها ورح تشوفها بس بشرط. شروط شو ما بدك؟ ما بتعمل اي شيء، لا بتضربها ولا بتد ايدك عليها، ما بتعمل اي شيء تندم عليها. هي اختك من لحمك ودمك. امرك. خلص ما رح اسوي شيء اندم عليه. ماشي رح نروح لعندها وتشوفها وترجعوا حبايب وننسى الماضي. وبما انك دخلت بيتي ودعس بساطي بدك تشرب قهوتي ولا لا؟ شلونك زعيم؟ اهلين خير شو في؟ ما انك حابب تعرف مين قتله لابنها؟ مين؟ واحد كان بده يصير قريبك بس ما صار. السلام عليكم. دق الباب ابو نبيل بيك. خليكي يا مو، انا رح افتح الباب. هذا اكيد الله لا يوفقه ابو رضوان، رجع بعد ما قلعته، انا رح ورجيه قيمته. مين؟ ابو نبيل يا بنتي، ومعي ضيف.